عن باب كان باب دب بضموي إمام النووي كتابك الرياض كعقابك ودقي بابك يأذكارك وكل الدنيا هاي شرح مسلمك مسائلك قابك بابك أتناوله وقاطع دقي وكل الدنيا ومسائل كدب بضموي لا أنا جمرك وشيخ وخد قيدي وكين دون باب كلو كحجة هذا عاوب قال إنه أصحاب المعاصي إلا نعديه لا لعنة ذكروا غير المعينين وكين دونه قال الصوت قابي ولا عنده وآل بعاد عن رحمة الله هنا روح كذا رئيس نحريست إلهي أتكذا رئيس أتكف رئيس لا أبو مركن نقضاء أما هو الدعاء أما هو إخبار هنا روح كوها بارتوت إلهي سبحانه وتعالى هكو اللعنة بمعنى حريست كف رئيس الله كومن حريست أتكوده إيو إنه إخباري هاي لبضب واتما ده كان أضل لقاها الله هينا وامدك الدعاء إيه هبارك الروح لقوا هباري لبا مركا لبا مسألو ومتفقوي لبا مسألو ومتفق مدكو بات ددك أهل معاسي قاما قالها النقدين أما مسلمين النقدين كورك إن لقا قبان كرو لا لعنة كرو مسألة إجماع ألا لعنة الله على الكافرين ألا لعنة الله على الظالمين على الكاذبين على الفاسقين كرك هدي لقبت النوع أهان كر لقبت أما جنسي أهان هنا يبنى أنت هاي ومحل إجماع وحمورنا كما تاقن وحان كل أمورا كتاقنين قالكو هدو قال لما كردنته أصغونا واللوغ ينو قال لما كردنتي ظاهر كيسة ولا لعنة ذكرى أصغونا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وما كفروا في الدنيا وماتوا وهم كفار إليهم محول فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس إنك أجمعين يوحي الله المالب قال كهد مرك قال لما كل توسد إنك إنهم وقتوا ظاهر كأسوا إلا نعلك ومسألة إجمع خلاف كل سوق وخلاف غير معتبرة خلاف شاد أو يوضد أن أقل من كيمد كاسكدا مركم حايزو هاري لعنة أصنام بنانين باتر بالإجماع سبونا لبضا لببن وحدين شو شوقي لببنان من أصنام بنانين باتر بالاتفاق واكي قف معين قف شخص بردبا محمد يا عبد الله جدي جامع يا علي وكلاء أما فرط أتكون في قسوة هذا الله هاي روح برد بنا وعيمنا وخاصة دم بيقو قلي هدو كطوبت كيني أما حد كي لقو فيي أما اللقو قصبي أما دم بيقى سمين تيسب شرائع دو جاهل كي هاي أفرطا حالا متكم بدا هدو يا هاي إنا لن نعرضي كرنا ومسألة إجماع لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له نبا خمر عبي زينو كرد عاي وحبو حاضي وكتبت كيني لعنة الله على ما فعلت في العام السابق باتر مسعوني زال وروان كتبت كيني لما أقوله ممنوع ويتاسنا وحاران حد كي بلقوه فيه يدن بقى وقالوا بلقوه حذيبا صارق بواق عانتي بلقوه خمرو عبي والا كرباشي وزيني زتي والا تشادلي أصلا لما لعنة ذي كرو بالإجماع محايا لي لأن الحدود كفارات حدود إلهي روح الدي لقوه فيه دم بيسي والغو نافا كصدحات والله قصبي حمام بو كس يا ليد السماء هديك لو نقول لنا خمر عبي زينو كل عي حولو حضي أصوغ والله قصبي وآكل لغو هاي روح بود دلي هدي الله قصبه وإكراه قيوب تدل كذا بازو إكراه ما قاله لو عفن ما هي أنكر ريبو هدي معاصدة لو قصبو إنه قل على ما بنام هاي اللي مكرهه كفر جوينا بروح اللقى لجقر ذي معاصدة كله كفر كسو كيسة ومن باب أولى وركيت بسكتشوج معايز صور روح أفراد جاهل بوكية مسألة ده مسائل كجهل وقال هي شرائع دوت قرنيس لأن الجهل بالشرائع ليس ذنبا ولا كفرا ذنبنا ماها كفرنا ماها شرائع ذا أن لقوا أن كان بالعقل الضروري لا بالفطرة السليمة إلا قصوا خبر الشارع
سيدا صلاة وجوب كيدا زكاة حج كاس هولها نبي محمد با لغا سوغايا برادن عقلك مكيني كرو مركن نيكا او قد عي معصية داني جهلا اسمي اصنع الله ما لعنا دي كرو افرتاس انا لنعنا دي كرينا ومسالة اجمع ناسيقو مكروه اللمدي هاي اما جاهل كل اللمدي هاي قصي مركن مشقولي تدكا افرتا ايقونا اي مسلمين تا نينكي دنبي كطوبت كيني أما حد لقوه في أنتو الدم بقرد عي أما جاهل بالحكم شرائع دي مسائل كالديني دي سمعي أما مكره لقو قصبه لقو درقية إكره شرعي أما الناسي يوحي لها المال انتاسي مبنانا إن لقو الله عنده محاسوها ري مركة محاسوها ري لبن مسألو لبن مسألو هدي الله كالقاض المسلمين تيه قال هذا هدي الله اسكو قبتنا هل مسألوي وأه روح معينة أونول أون دمانين دنبي أوسميي أو كبيرة من الكبائر حقا نوسنك توبت كينين حد كذا أن لقو أوفينين جاهل أوسنك أهين أن لقو قصب ناس أوسن أهين يا وحي لها المال ما لقو لعنة ذي كرام سمايا هذه هبلة لعنة ذي كوكو دعلم الورن كرا محايا لي خمرة ذي عبت درتيت ربضة عنتي درتيت حد قدوبك الدين كقصة ميسي أوغي دولان كذوما دوغي ستدرت مسألة ذا مسألة مركة مسألة خلافية وخلاف دنبو حادثة أو بالله ذي قرنقي سادحات نبي محمد أكتيسة يا أصحاب تيزي يا أصحاب تأرضو الطابعين وح خلافة كم أوغي أنيك أقول تيدا كوبان كم أوغي خلافة خلاف قرنقي سادحات دبا يا قديس أما نسكي سدحه أيوب باللوضي لو بقول إيوه ما كل سوى قاري لو بقول إلا باتن إلا دوري طبنكي ملاس قرنك سدحت خلاف باللوضوي أما هداد أكتو كتبت آخر دو تاريخ دا آخر دو فقهات في آثارت المروية المسندة عن رسول الله وعن أصحابي والتابعين لهم بإحسان من التابعين كما أركيس خلاف كان قدال لغا سوكوري إيشا في عدو كتبت دكو قرآن حنفيدو كتبت دكو قرآن مالك يدا إكاه الله أن يسكر رفاديو لعن المعين سواء كان كافرا أو مسلما فاسقا كاسا خلافا خلاف ضمبوه حادثة بعد الصحابة والتابعين يمد جمهور توحي بدنه مركا جمهور المتأخرين وحي قبان روحا معين كا النول انت انصر شكني منا انا هين اما كافرا نقض اما مسلم فاسقا نقضي ما بنانا ان لعنة الله عليه الليلة إلا نع إلا نعرضه لقفوا إن حريست إله وإن على اللقط طوره لما أقولي ده وأنا حاران متاهرين ده قضية ده كهل لآد أشرح حي غزالي بقى كمدة كتاب السؤال إحياء في علوم الدين وقت بقول بحي نوين كتب تيسة بحثي غزالي بوسوقاته بل نو شرح مسلم حسوقوري لعن معين كه لعن معين كونه حرامي هاي بالاتفاق اتفاق بسوقوري رقا سقا قران تيسا اما كدا هري اما لا اين ايا وحده اتفاق صحبك مجرو ابو عبد الله القرطبي كمدي هي تفسير كيسا كافيري ايات دا ان شيغي مركو تفسير ايو يا ايات لميد كاي سوره البقره ايو ميلها كلبا ايو اي سوره محمد و كينا خلاف علوس باو شكيال جمهور السداسي أبداً متأخرين وذا أن بضنين وإن أنا نكارك دوري طبعاً قاري أيه وحقيه لعن معين وبناي هاي بناء على الظاهر أما كافر روح هالنقضه أما مسلم فاسق هالنقضه رجع سداد دورتي الحافظ بن عبد البر كمذا أسوي حولي هاي دمبي قاسي أما دمبي شريعة الروح يكون على ده هالنقضه أما كبيرة من الكبائر هالنقضه لك القادم هاي كل ولا معنى ذلك هذا بقول إن عرض بالله صار كره هذا كت هذا الجيسي تمهيدك وحوش حديث قصاب سنة النباش كان إنك حبالها سوف أجي ميت كي يضطك أمواده كربها كفنك حديث قصاب سنة بوش يقول العرض واتي مركز وحوري وفي لعن رسول الله النباشة دليل على أن كل من أتى المحرمات وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين وظلمهم جائز لعنه والله أعلم بور ما بقى هابور النباشة بس
نو البو كبير اللي يمد ومسلمين تدبو قيست أما الظلمية أما كبائرت إلهي الديدي اللي يمد إلا على بنام بنا على الغطوره مركزوا بعد أهل كبائر الشيخ ففي كها الله كدبو اسكتك من الكلام كفاين دون أبور مهلبا كمد رققبا شرح البخاري صحيح البخاري نكي أثناء قرنك أفراد أها يأزدق أها وحاكم إذا رجل سلاك كتب عبد الله القرطبي المفسر باكم إذا وحاكم إذا اشترجون البلقيني شيخ الإسلام بيد هذا الشافعي ذو يأرددس أسوق آد بهو شو النقاشي نوبون النقدية ولبا وحون الدليل شذي حديث ما لقى مرة الله هاي معين كإلا نعلى اللقط طور كرول باش الله ساري كرو حديث خطره ثومرتين بود الدليل شذي حابن حجر نوحوه وصده الشيخ الشيخيو نووي هوليس صح ما حديث كيوي حديث كي أطومرتين هوين ايدي وننكيد ويردو وقوش ويردو كدبنا الديد ايضا واحد بقبين لعنة الملائكة ومعين بوري هوين ايدو ملائكة اللعنة ريسة والاقتداء بالمعصوم جائز ملقوا معصوم بوري ملائكتنا أن كنت ضياننا ومعلمين أنبياء الرسل ما اللي أقول يا هاي هذا باش محرمتها هاي ملائكة اللي قوة قال إنه يددك أدو عيسو يدى مداف ربي أو يديسو هذا اللي عنده أي كسي يديسي روح فرد معين وبرد من نايتوش كسارتي أنا قم حنا مدابور ولا وحيد إن هرت الدليل كده هلا كينا إن ملك اللي قوة ينكره حابد قوة قصلو وقوة قصلو حول وأنا ما نفهم سنين بوح لقى الله وأنا ما أنا فاسق وحلاقها الله ملائكة يو أنبياء يو رسوشو حق عصمة ذاك يبقى قصر رئي ملائكة قصر رئيس أنبياء لقوما إجماعين إن خلط كده عين لكن ملائكة وحلقوا إجماعي إن ما خلط مياليه وحن ربي أقولنا إسن سمينين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا رب أمرين أو إلهي فصيح صاب ما إسن يلي لعنة الملائكة ولعن معين أزوجدا نبي محمد لعن معين وخاص صاب كسوغان نبي قول فرد يا حديث جابر أذكرنا إسن في صحيح وفي السنن إن حصوم مري ضمير هذا الله صوص انتو سنك سنبروع الله قصو انتو ماشا سنك الله قرر بطي سمد وين ضب شيدا الله قرر بطي سبرد ضبع دمرك أرد يوصنك رقيق خايو يا نبي صهر مري نبي حول لعن الله من فعل هذا ومعين إلهي هل نعنى لعنتها كرد على الروح سيدا يلي وفردي دمرك ومعين سمايهنا ومعين حق إلهي سبحانه وتعالى إبليس محوكيري إن عليك لعنتي والسوء العلم يلبضا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعن المعين من الله بكسوغيه من رسول الله من الملائكة محقود من الصحابة والتابعين أسوى تنبال وموش من خضيب وخطبين وحير كم دعين أيها أما إلهي وحيد أيها فرح أفر فرو التاقي يشان فرو صحابة وحوري فرتا التاقي سيئة أدوب الله كل عنده والمحاجرة مركها الدعائين يسوع أما آد إلهي وحيد يسوع هل فرتاك بر واحد صار لما أقول فراها أين اضطراد هل عائشة لعنة دي جابر بال أبو هريرة صحابة واد الله يا بيسا وليبا مركا رسالة دي الاحتجاج بالقدر شخصنا من تمية أولها تحقيق الشغل بان كله هاي لعن المعين يسوع بنانين بشول سام أسوق الدورتا وجمهور الله سعودة شغل بان باكو خلافي هل كاموركو ابن تيمية كذا هل مسألة ده الباني انتو قبطبي والطبان حديث ولعن معين يسر دي مركز حلو ولدينا مزيد لكن تاسان كود دينية طبان كاسان كاري رسالة كآخرية وحاكا قفلا لعن المعين طريقة الله اوياي ومنهاج الرسول اوياي ومنهاج الصحابة معين كلا لعنة يواكي فردي قال وينو لي ما ددن بكبيرة من الكبائر انت وقضب قضب كلابات هيه وينو سنكتو بدكيرين أما أن حدك اللي قوه فينين أما أن لغو قصب أما أن جاهل أهين أما وصن ناسي وحلها المال أهين انت سواكو قفلان
وحكي له سوق غوريو دنا واجتهادات قوليها مركا جمهورته هل علي كو حكو دسان وانا عله فاسده وحي يدهدين روحا معين ك فرديت هدا الله اي برنامج الله الهي نعلديسا كو دخد الله اما الله الهها كو نعلد الله waxa dhici karta inuu toobad keeno waxa dhici gaalkoona inuu islaanimo ku dhinto ayaa dhici karta oo ilaahay ba khayrka waafajiyo marka maadaama khaatimadiisa aan laga warqabin hadayaan lagu toorin nacalada waxaan ka darraga waawayn hawshaas ghazali naqdiye ku khilaafay waxa kamida Abu Bakar al-Qadim al-Arabi fi tafsiirihi wada adeegu saasay dhahan buu laakin waa sahih indi u faafay سيبنى أنت روح مسلم معين كإن دمبه وقال لقد له لقد كرباشه حد لقى جوه في ديكس لقى بنى يسوع أيوه هدول دنوب تقاركوت كل دعانا لقول نعلى دي كرابور كافر كنوا واسدوا كله إلا الدلاء بنى إلا الله دعا الله ما بنى بظاهر حاله سدوا كله وحا لقول عنا دي كرا بظاهر حاله وح نجج على يسق خاتمة ديس يوح قدام بين دونا متشر هل قاسوا سووا الله مري قادم عارف أسناد قد يضغط هذي مالك يدو مركز سدح إنه وين بعدين شجع عبد الله القرطبي أو بكر بن عربي القاضي إيوه الحافظ ابن عبد البر بخاري الأندلس بالي هذا بخاري المشرق واتقى نواب عبد الله صاحب الصحيح شافعي دو مركز وصاص يكون خلافين وحنو نو بايسو هاري نووي هل كان سيدنا وكل كتب تقاركود وحقود أذكارك وحقود رندون عذابا إلى نقص ونخرين دون ناي وحقود وأما لعن الإنسان بعينه أذكارك بحروفه ممن اتصف بشيء من المعاصي مي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام هذا المعقول باب التحريم لعن إنسان بعينه أو دابة هل أذكر كانوا يحكون في ظواهر الأحاديث أحاديث النبي محسدة كم موقتة أنه ليس بحرام وأشار الغزالي إلى تحريمه بور غزالي بقى تحريم كإشارة لكن نصوص ظاهر كيدو وحيث سيسائنه بناي وحاران أوسان أهاي وحيث ويدين لي شرح مسلم كاتفاق بسوقوري إجماع بسوقوري لعن المعين كأنه سنبناني أذكار كانوا حكوشة أحاديث ظاهر كيوضو إنو بنايها إنو تصها يو سيجمع المسلمين أخلاف كرا نصوص ظاهر كيوضو قرمري كرا هذه النصوص هي إجمع إسخلافان لو ميد أموهي نصوص تاين وحبك جنرى إي فالسة تاي إيين إجمعوا فالسة نصوص تايد في صحيحين بيكون جرتاي الدواوين تسلانك يكون قرانتها ننك يجمع سوقوري يا اسموتيو خلدمي ما خلدمي وعليه معنى هو سيدا أذكارك واتكفيرين كرتان هذا الير بولي هاي حاف ابن حجر باسوقة تدرك النو أذكارك وهو كما قال بول صدو الشيغي النصوص ظاهر كذا يسوق تصيصو جواز لعن المعين أي نصوص تسوى نسوق النو كشيغي أذكارك حقوق هذا الحور يا سترتيب كفانسين يا أو لطيفان وقبو وكوحر مقبوشين يا ورك رياضي كويا لئيو يا شرح مسلم إن لقوا ناكسين يا حق الدليل كان صفحة لحبق عشان بقول كنت لحن يستقال شان بقول لحن يستقال طبعا أي دار من هاج طابع علي بات كفيرين كرتان هذا الكاس استقال الذي أنا أصول الله جمهورته حكوا عليه محيا هيد روحا أينو العرض كتورة إنه لما هو بو قرن الله ما يوحي قدام بين دون وذاتك يمني هاي قد كبرنا صالح من مهد المقبل بكجا وحجيري وحادع كرتون كتبت كان صومها وحادع كرتون سكتبت قال لما قد انتو يري لأن لعل تقابل باللعل هذا هذا روحا ما دام آيتين كسله بين يوحي قدام بين دون لعل إنه إسلام الله غيه وإنه طبت كان الله غيه أنا وحالين هاي بوري دنبقوا هذا قال وان كل عنضا إنه وحان لغي يابا إنه مكتبت كيني قال لي مانا قد انتو وركي ناد فانتان بيلتها وحاي قدن بيسون كتا قيا إنساد فانتان مسألة خلافية ناد فانتان برما ما أخي دي دي وحال اسكوهاي إلا الديدو لعن المعين لديدو لحرمو وحي خلاف سنتي قاعدة أصولية عقلية
نصوص طرنا بان الدمي سهدان لا أقلانين في الأصول وحلو الدراسية لفظ عام كا العام الحكم على العام وحكم على كل فرد من أفراده وحكوا الله إذا دلالة العام على أفراد ودلالة كلية بمعنى شيء جود أو تلمان أو وصف مكاد حكم صارته حكم كاسي فردي والبول لقيها لي بحكم كقبانية دلالة العام على أفراد وكلية أما الحكم على العام وحكم على كل فرد من أفراد بالذات أما عموم الألفاظ يستلزم عموم الأشخاص بالليلة لفظ قد عام يا هاي شخص كستور لقيها لي تلمان تاسوس قلية علماء هذا ما كيفسرنا تفسيرك فقتل المشركين سو لفظ عام ما قال هذا الله يا اللي يريد والله دقا علما آيات ده وحي كفهمين جميع المسلمين كفهمين إنه سوق ليه كل مشرك روح كستوم مشرك أو إله أشرك يالي وحوم متائن للدولة الله دقا علما ضدك اللقاء صور ريبي اللي يلي مدد كرتان وحي ليه علماء أدلة خاصة صور ريبتي أدلة خاصة أي صور ريبتي هذا معناه مركينا فانتين أيام فلية صدرت تخصيص قوامحي تخصيص هو حوي إخراج ما تناوله العام بدليل خاص لفظ عام كها شيء سوق ذا علي أي سوقنا الله صار يا دليل خاص أوجي مرك هدي اللي هذا أدلة قرآن كي يا سنة ظالم كي يا كفر ذا يا يهودي النصارى ذا يا شربة الخمور كي يا زناد يا زواني ذا لعنة ذي عموم كاسي مكين يا فرد والبين قول الله لعنة ذو وحاتب يسقى عذا هاي الحكم على العام وحكم على كل فرد من أفراده أما الدلالة العام على أفراد وكلية هل كاس بابا عيسى قاعدة مركة إلا تشبيان الله ما أقوله إجمعنا ماشيك وما أصحين إلا الله وحكو دكتين إترادين وعليك تروح أنه كتبت كن هول نوتا لما لأنه وعلا مستنبطة دليل الآن لهين وحان لقب شيء مثل مدأة ولعل تقابلوا بالله على وي مركز معناه هو سيدا أو أجادا وأنا رأيي ترى إيه إلا بديه وشقر قالك تلا عناد أنا مو ناقصنو عرب كذا العناد كإلالي مر مرة هذا حقوق كلها تي وروح من الدم بقول أم وطوحنا كوارك تدا تورتنا على اسم الله وركينا نسفانا إلى تاي